أنا الحقيقة ما نحبش نعاود نقول الكلام اللي جاء في التقرير، قدر إني نحب نركز على المنظومة. خلينا نفسروا للمواطنين اللي يسمعوا فينا الآن، لأنه ما فهمناه من هذا التحقيق وأنه سكان ولاية صفاقس وتحديدا خاصة يسكنوا في طريق منزل شاكر في اللعويات والمناطق المجاورة لها، ويسكنوا في طريق العين، عايشين على امتداد سنوات مع هذا المصنع في ظل خروقات بالجملة بما فيها حتى الوضع القانوني لهذا المصنع ولهذه الشركة اللي حاولوا التباس ونقاط استفهام، والناس ما في بالهاش بخطورة كل هذا. جستومو انت الوضعية هذه كيفاش تكتشفها في الأخير بالكل؟ انت عندك فصول قانونية واضحة وما فيهاش التباس، وقت اللي نحكيه على الفصل 294 293 مجلة الشغل، فهو يمنع منع كلي انه تنتصب بشركة هذه اللي هي مصنفة صنف A من حيث درجة الخطورة، منتصبة على مقربة شديدة من التجمعات السكانية. المثال هذايا وإلى الإطار هذايا نلقاوها ينطبق تماما على حقل العين وحقل وشركة ولا مصنع تانك باتري اللي غادي كيصير التجميع متاع البترول المجمع من عدة حقول موزعة إما باليابسة أو بالبحر، واللي تستغل فيهم شركة تينا للخدمات البترولية. فبالتالي وقت اللي تقرأ النص القانوني هذا اللي يمنعك من أجل أنه تحدث أنشطة من نوع هذا على مقربة من التجمعات السكانية، وبالتالي زدت تمشي تقرأ الأمر الترتيبي المتعلق بفتح المؤسسات الخطيرة اللي هو يرجعك لنفس الفصول القانونية، وأي أمر جديد يخرج وإلا مجلة المحروقات يخرج إلا ويعاود يرجع للنقاش حول الفصل 293 294. وبالتالي أنت تتساءل هنا تقول أنه وقت المنظومة التشريعية في جهة والمنظومة الترتيبية والتنفيذية في جهة أخرى، وهذا يعكس الرقابة وضعف الرقابة والمعاينات اللي في الأخير بالكل معنا كشفنا المعاينة على الحماية المدنية نلقاو أنه وثيقة مزورة، وثيقة يعني يقول لك الكياس ما فماش طرقات رئيسية والمصنع ينتصب وما فماش ملاعب وما إلى غير ذلك، يعني اللي صحوا على التقرير هذا صحوا على تقرير مزور جستمه، وهو كأنه التقرير جاء تحت الطلب من أجل التسريع لمنح هذه المؤسسة الرخصة في 2014، وهي متقدمة بالمطلب منذ سنة 2009، ولهنا لازمنا نركزوا في التواريخ، يعني من المنظومة القديمة تحصلتش على الرخصة نتاعها وبقات تطالب أنها تاخذ الرخصة وتمارس نشاطها بشكل قانوني، ما تحصلت عليه إلا في 28 مارس 2014.